أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في العاصمة الرياض، درجة الحرارة تكون منخفضة 16 درجة مئويا، ملموسة 14، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: تسود أجواء باردة في المنطقة الشمالية، سكاكة 12-1، عرعر 11-0، وتبوك 16-5 درجات مئوية. المنطقة الغربية تتأثر بهبوب رياح الصبل، مدينة منورة 21-12، جدة 32-21 مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مكة المكرمة 33-21، والطائف 25-11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية: الباحة 19-11، أبها 22-8، وجازان 28-23. المنطقة الشرقية: الإحساء 17-6، حفر الباطن 14-2، والدمام 18-8 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى: الرياض 16-7، بريدة 13-5، وحائل 12-3 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.